وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المهندس انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الثالثة. لو تحدثين أكثر عن هذه الحملة التوعوية والرقابية للقطاع التجاري والمستهلكين، وذلك مع موسم العودة للمدارس. نعم، الحملة التوعوية والرقابية للقطاع التجاري والمستهلكين في مملكة البحرين طبعا تأتي بالتزامن مع موسم العودة للمدارس، تحت عنوان مع موسم العودة للمدارس ترانا موجودين. طبعا تهدف هذه الحملة إلى تعزيز وخلق بيئة استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية والاستدامة بين طرفي أي علاقة تجارية. وطبعا العلاقة التجارية تتمثل بالقطاع التجاري والمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. طبعا تم اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية هذا العام بغرض ان احنا نتفادى الشكاوي اللي ترد الى إدارة حماية المستهلك عادة خلال موسم العودة للمدارس. وفهاي الحملة مع موسم العودة للمدارس ترانا موجودين تم إثراء معرفة المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم في مجال حماية المستهلك. أيضا تم طرح خطوات وإجراءات التسوق الذكي والمستدام للمشتريات من خلال هذه العبارات التوعوية المنشورة في المواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، واللي تتضمن أسس الإنفاق، تحديد الميزانية، سياسة الاستبدال، الاسترجاع، الفاتورة، عقود الضمان، وأيضا اختلاف الأسعار. نعم، كيف تتضافر جهود إدارات وزارة الصناعة والتجارة في حملة العودة إلى المدارس؟ طبعا إدارة حماية المستهلك تعمل مع إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بشكل تكاملي لضمان أن احنا نوفر بيئة تسوق آمنة وموثوقة للمستهلكين خلال موسم العودة للمدارس. طبعا إدارة حماية المستهلك تركز على حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم للاستغلال والتلاعب من خلال هذه الرسائل التوعوية، وأيضا من خلال إصدار تراخيص الحملات الترويجية والتسويقات التجارية. من جهة أخرى طبعا إدارة التفتيش تقوم بدور ميداني يهدف إلى تعزيز الرقابة من خلال التأكد من صحة الأنشطة التجارية اللي تمارسها المحلات، أو حتى من ضمان وضوح الأسعار المعلنة أو التحقق من تصاريح العروض التجارية. طبعا هذا التعاون الوثيق بين الإدارتين يسهم بشكل فاعل في تطبيق القوانين والأنظمة اللي تضمن تجربة تسوق سليمة وآمنة. نعم. وإحنا اليوم ننتهز هذه الفرصة وندعم الجمهور الكريم أنه يستفيد من حملة مع موسم العودة للمدارس ترانا موجودين من خلال زيارة الموقع الاجتماعي الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة. نعم، المهندس انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.